إذا النشرة الصحية نبدأها بالعناوين. الولايات المتحدة تؤكد الحالة الأولى لسلالة الجدر الأكثر خطورة. الوفيات بسبب الكحول تضاعفت خلال العقدين الماضيين. كبار السن الذين يعانون من النعاس أو التعب أثناء النهار أكثر عرضة للإصابة بالخرف. الشعر الأبيض قد يكون قابلاً للعكس. أهلاً بكم من جديد. أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأسبوع الماضي أن مريضاً في كاليفورنيا ثبتت إصابته بنسخة جديدة من الجدري. إنها أول حالة مؤكدة للمتغير الفيروسي في الولايات المتحدة. هناك نوعان جينيان متميزان لفيروس جدر القردة. ينتشر النوع الأول من الجدري في الغالب في وسط وشرق أفريقيا، حيث تم تأكيد أكثر من 11,000 حالة أو 11,000 حالة هذا العام. تاريخيا كان الفرع الأول وأكثر تأثيرا في التسبب في مرض شديد والوفاة مقارنة بالفرع الثاني. وفي حالات التفشي السابقة كان معدل الوفيات في النوع الأول يتراوح بين 3% و 11% مقارنة بحوالي 1 إلى 4% في النوع الثاني. في الفاشية الحالية يقترب معدل الوفيات في الفئة الأولى من 1%. أظهر بحث جديد أن عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالكحول زاد بأكثر من الضعف بين الأمريكيين بين عامي 1999 و 2020. كان الكحول مسؤولاً عن ما يقرب من 50,000 حالة وفاة بين البالغين فوق 25 عاماً في عام 2020. وكانت الزيادات في جميع الفئات العمرية، ولا تزال النساء أقل عرضة بكثير من الرجال للوفاة بسبب مرض يسببه الكحول، لكنهن شهدن أيضا ارتفاعا حادا، حيث ارتفعت المعدلات بمقدار 2.5 على مدار 20 عاما. واعتمدت الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة الأمريكية للطب على بيانات مستمدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC. صحة الدماغ لا تعد جزءاً لا يتجزأ من طول العمر فحسب، بل أيضاً من نوعية الحياة الجيدة في أي عمر. وفقاً لدراسة جديدة نشرت في مجلة علم الأعصاب، فإن كبار السن الذين يعانون من النعاس أو التعب أثناء النهار قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف. وجد الباحثون أن 35% من المشاركين في الدراسة الذين عانوا من النعاس الشديد أثناء النهار بالإضافة إلى نقص الحماس أصيبوا بمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي، وهي حالة من الخرف تتضمن تدهوراً في الصحة الإدراكية ومشية أبطأ. تمت مقارنة هذا ب 6.7% من المشاركين في الدراسة الذين لم يعانوا من النعاس أثناء النهار لكنهم أصيبوا بهذه المتلازمة. في دراسة نشرت في مجلة نيتشر، كشف باحثون من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك كيف أن الخلايا الجذعية الصباغية العالقة لا تستطيع إنتاج البروتين اللازم لصبغ الشعر، وهو ما قد يفسر ظهور الشعر الرمادي. باستخدام الفئران لأغراض بحث، وجد الفريق أن الخلايا الجذعية تنتقل بين أجزاء بصيلات الشعر النامية في وضع صحي. تسمح الأجزاء المختلفة للخلايا بالنضج والتقاط البروتين الذي يمكن أن يتجدد إلى خلايا صبغية ويلون الشعر باستمرار أثناء نموه. وتنتقل هذه المراكز ذهاباً وإياباً بين مستويات النضج بمرور الوقت، حيث أنها تتحرك باستمرار بين المقصورات، وهو جانب فريد من جوانب هذه الخلايا. ولكن في بعض الحالات يمكن أن تعلق الخلايا الجذعية في حجرة انتفاخ بصيلات الشعر وتصبح غير قادرة على العودة، وهذا يعني عدم وجود خلايا صبغية وبالتالي شعر رمادي.